مين لما انا قلت لكم زمان ان المصريين القدماء كانوا بيشتغلوا على مراحل، مفيش واحد بيمسك الشغلانه من اولها لاخرها، وان بسبب طريقه العمل دي المصريين القدماء كانوا منتجين لاقصى درجه ممكن تتخيلوها، ان نفس الطريقه دي الصينيين حاليا واخدينها وبيتعاملوا بيها وبينتجوا كتير جدا زي ما انتم شايفين مسيطرين على العالم. الكلام ده عرفناه من اثارهم. عشان كده لما اجي اقول لكم يا جماعه مش كل حاجه مكتوبه، في حاجات كتير مرسومة، ومش كل حاجة تسمعوها من بني آدمين، اسمعوا من صحاب الحضارة ذات نفسهم كانوا بيشتغلوا ازاي. هكلمكم عن حاجة بسيطة قوي تقدروا من خلالها تعرفوا طريقة شغل المصريين القدماء كانت عاملة ازاي. أول حاجة كان لكل حاجة ورشة، وكل مرحلة تصنيع ليها ريصها، زي اللي قدامكم دي مقبرة رخمرة، دي عبارة عن ورشة دباغة. المصري القديم كان بيصنع الكثير من الأحذية بتاعته من الجلد، فالدباغة دي عبارة عن إيه؟ مرحلة كان بيجيبوا فيها الجلد ويعملوا له عملية دباغة عشان يفردوه، وبعد كده ياخدوه يقطعوه، وبعد كده اللي يشتغل على النعال من تحت أو على الصندل من تحت ناس، واللي بيشتغلوا على اللي من فوق ده ناس تانية. زي ما انتم شايفين الرف اللي فوق او الصف اللي فوق دي الدباغه لانها مرحله اولى، والمرحله الثانيه عمليه الصناعه، وكل واحده وكل خطوه ليها المتخصص فيها. عشان كده كنا بنلاقي الحاجه عند المصريين القدماء نمبر 1. ليه؟ لان انا متخصص في حاجه واحده بس، ان انا كل حاجه شاطره فيها. ده غباء. عشان كده دايما اقول لكم يا جماعه التخصص مهم، مفيش حد بيعرف في كل حاجه.